السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تذهب بك السماوات وتنتشي الأقوان. يا حامل القرآن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائما ترتيب للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تذو بك السماوات وتنتشي الأقوان. يا